الحمد لله رب العالمين، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا اللهم مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين، متعنا بصحبة نبينا في عليين. أما بعد، أحباب رسول الله محمد، وقف رجل مخاطبا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: يا آل طه لنا في حيكم قمر. صلوا عليه. له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة: محمد وأحمد وهادي ومعتصم. طه البشير وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعلم. انطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. انطقت لرسول الله أربعة، تاني بعد ما تصلي عليه: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. صلى على خير خلق الله أربعة: اللوح والكرسي ثم العرش والقلم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، تكلم أستاذنا فأفاض علينا فلا نعلم ماذا نقول بعد هذا الكلام، لأن الكلام أعجزنا عن الكلام، ولا نملك سوى أن ندعو الواحد المتعال أن يفيض علينا بطيب الكلام. اسمع معايا كده لحضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا عايزين يتناموا. اسمع كده، حضرة النبي بيقول لك ايه في فضل ليلة القدر، علشان ما نطولش عليه. فاضل في رمضان كم ليلة بالظبط؟ فاضل كم ليلة؟ ثلاث ايه؟ فاضل ثلاث ليالي، ليك فيهم فرصتين، ليك فيهم كم فرصة؟ ما تقعد بقى بالعصير عشان خاطر الوقت كده، يا هم هيبصوا على العصير وهيسيبوا الدنيا خالص. ربنا يسقيكم من شراب أهل الجنة. فاضل لك فيهم فرصتين، ايه هم كده؟ اسمع معايا بالصلاة على النبي كده الفرصتين اللي فاضلين. في حديث لحضرة النبي محمد ضعفه بعض أهل العلم، ولكننا نأخذه من باب فضائل الأعمال. اسمع معايا كده الحديث، في سيدنا النبي بيقول ايه: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم تعطهن أمة قبلي. أمة النبي أعطت خمس أشياء ما أعطوش لأمة قبل رسول الله. أخرجت لمن؟ للناس. علشان كده ربنا أعطى لها الخمس إيه؟ الخمس أفضل دول. ما هم يا رسول الله؟ أما الأولى، إذا كانت أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية، بأن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. وأما الثالثة، بأن الله يخاطب الجنة ويقول لها: أي جنتي تأهبي
وتزيني واستعدي لعبادي الصائمين، فقد أوشكوا أن يستريحوا من هم الدنيا وتعبها إلى داري وكرامتي. وأما الرابعة ما توحد، وأما الإيه وصلنا الكام، وصلنا الرابعة. بيقول فيها يا حضرة النبي ما تصلي عليه، بيقول فيها يا سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام: قلنا في الأولى بأن الله ينظر إلى عباده، ومن نظر الله إليه لم يعذبه إيه أبدا، جعلنا منهم يا رب. وأما الثانية بأن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وإيه وليلة. وأما الثالثة بأن الله يخاطب الجنة. وأما الرابعة اشعر وشك والدنيا ابعد عني، يعني الريحه دي عند ربنا احسن من ايه؟ تكون اطيب عند الله من ريح المسك. قال عنها صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح الايه؟ من ريح المسك. طب تعالى كده للاخيره اللي احنا عايزينها دلوقتي، اخر ليله من رمضان، اخر ايه؟ اخر ليله من رمضان، حالها حيكون ايه؟ ها؟ ما تصلي، حالها معنا حيكون ايه؟ مش صايمين طول النهار، افطر المغرب، صلي العشاء والتراويح، ارقد، قوم، وعد رمضان وانقاد رمضان. لا، ده رمضان قال عنه حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما تصلي يا اخي. قال عنه ايه النبي؟ قال عنه ايه حضرة النبي؟ مش 17 ساعة بتقضيهم وتفطر، وياخد احنا صايمين 17 ساعة وبنصوم والشغل كابس في رمضان والجو حر والدنيا بتقول وبتعيد، وعدينا رمضان بنعدله بالدقيقة، مش ده اللي بيحصل؟ طب شوف النبي بيقول لك ايه عن رمضان اللي انت عايزه يخلص ده: هل وجدتم أصدق من الحبيب؟ أبدا ما لقيناش. طب شوف الحبيب بيقول لك إيه: لو علمت أمتي. هتصلي تخليهاش تقيل على لسانك، إذا شئت لسه سيدنا الشيخ قايل: إذا شئت في الدارين تسعى فأكثر من الصلاة على الحبيب محمد، وإن شئت القبول فإن نلت القبول بها يقينا فأكثر من الصلاة على الحبيب محمد، وقم بالليل واركع واسجد لربك وقل: يا رب صلني ولا تقطع رجائي بالصلاة على الحبيب محمد. لأنك في يوم الممات لن ترى نورا يسرك إلا بالصلاة على محمد. قال إيه؟ لو علمت أمتي ما في رمضان، لو استشعرت أمتي، لو أحست أمتي بحلاوة الطاعة في رمضان، لو ذاقت أمتي معنى الطاعة في رمضان، لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. طب الأخير في آخر ليلة من رمضان ينظر الله إلى عباده الصائمين. عباده الإيه؟ الإيه؟ الصائمين. ما هو مش كل واحد ممسك عن الطعام والشراب صائم، مش كل واحد ممتنع عن الطعام جعان وعطشان صائم. كان كل أمة النبي دخلوا الجنة من باب الإيه؟ من باب الصيام اللي هو الريان. لكن ده الصيام انواع، العمليه مش صيام وخلاص، ده فيه صيام العموم وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص، اللي هو صيام القلب عن كل ما
رمضان، الليل والايه والنهار، طول النهار صايم وطول الليل ايه، ما هي العشر ايام دي ساعة ما كانت تدخل على حضرة النبي، ولا بكفاية كده العشر ايام دي ساعة ما كانت تدخل على حضرة النبي كان بيعمل ايه؟ شوف ام المؤمنين عائشة ترفع لنا تقريرا عن حالة النبي في العشر الاخير من رمضان، قارن بين حياة النبي وبين حياتنا احنا النهارده، شوف حياة النبي والصحابة وشوف احوالنا احنا النهارده. بتقول ايه ام المؤمنين؟ تقول عندما كان يدخل على النبي العشر الاخير من رمضان كان بيعمل ايه؟ كان يحيي ليلة، كان ايه؟ كان يحيي ليلة وينقذ اهله ويشد مئزره. طب تعالى كده ناخدهم سريعا في دقيقه ولا اتنين سريعا، شكرا. كان يحيي ليله، كان بيحيي ليله بايه؟ بالله عليك كده اسال نفسك وقارن بينك انت وبين حضره النبي محمد، النبي كان يحيي ليله بايه؟ ده احنا بنحيي الليل تمام التمام، بس بنحيي بايه؟ اما واحد قاعد على القهوه، واما واحد قاعد معذره للجماعه المدخنين، اما واحد قاعد قدام الجثه طول الليل بيغسلها من اذان العصر وهو صايم قبل ما يحط التمره في حنفه ويفطر، ولا على حته فحم ده من امتى؟ ده من الساعه 5. طب انت رايح تفطر على ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كان عندما كان يفطر كان بيقول ايه؟ اللهم اني لك صوم وعلى رزقك ايه؟ مش على الفحم، لا والله لا، ده كان بيفطر على ايه؟ على بعض، لا مش هيزعلوا مني علشان احنا بنحب النبي، هتزعلوا؟ مش زعلانين، صلوا على حضرة النبي. شوف بقى، وعلى رزقك ايه؟ افطار على تمرات خفيفة كده، وصلي المغرب عشان المعدة تبتدي ايه؟ تبتدي تشتغل، وارجع افطر. كان يحيي ليلة، ما هو اللي قال عن قيام الليل بأن شرف المؤمن في قيام الايه؟ وربنا قال في القرآن متوحد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ليه؟ الله أكبر. ومن الليل اللي هو اللي أنت فيه ده أهو، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اجعلنا منهم يا رب. يبقى آخر شيء، وكان ينقذ أهله. ما هو الذي قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. بيقومها ليه؟ بيقومها ليه؟ علشان يصلوا مع بعض، مش بيقومها علشان خاطر أي شيء تاني، لا ده بيدور على الطاعة، عايز يصلي قيام الليل مع زوجته. ما هو كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعيته. شوف بقى، شوف القلب يقول لك ايه؟ فاعمل لدار غد رضوان خازنها. الجار فيها مين؟ مش واحد مليونير ولا عنده عقارات ولا عنده عزبه ولا اطيال، لا، اول من يحرك حلق الجنه حضره النبي. بيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه، ما تصلوا عليه. فاعمل لدار غد رضوان خازنها والجار فيها. المثل بتاعنا كفلاحين بيقول لك اشتري الجار قبل الايه؟ جارك اهو رضوان خازنها والجار فيها احمد.
صلي على أحمد، والرحمن ناشيها، قصورها من ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أيا من يشتري الدار؟ قال: ومن يملك ثمنها؟ قال: بركعتين من قيام الليل يقضي. ركعتين بعد الساعة 12 كده، ما هو من صفات المتقين اللي أعدت لهم الجنة. ما الجنة أعدت لمن؟ من صفاتهم تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع. ليه؟ ليه يا مولانا؟ يدعون ربهم خوفا من ايه؟ من جهنم. انت عارف اجل اهل جهنم عجب مين هو؟ رجل توضع تحت قدمه نواه من جمر، مثل نواه البلح توضع تحت أخمص قدميه حتى تغلي منها دماغ. ده أجله. الفرصة قدامك في رمضان، وكان يحيي ليلة، وكان يشد إيه؟ يشد مئزره دلالة على اجتهاد النبي في الطاعة. آخر ليلة في رمضان ينظر الله إلى عباده الصائمين ويقول للملائكة: هؤلاء عبادي الصائمين أشهدكم أني قد غفرت لهم. مش بس كده، وأعتقتهم من جهنم. آخر فرصة علشان ما نطولش، آخر فرصة ليك، فضلك ليلتين فرديتين، الليلة ده هي الليله اللي بعد الجاي. ما هو النبي قال التمسوها في العشر الاخير من ايه؟ من رمضان. وفي حديث اخر: في الوتر الاخير من ايه؟ من رمضان. طيب تعال نشوف ليله القدر كده سريعا في عجاله، فضلها ايه؟ قال عنها في سوره القدر: انا انزلناه في ليله الايه؟ متوحد. في ليله القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف إيه؟ من ألف شهر. امسك الألف شهر ده هم، اقسمهم على 12، اقسم الألف على إيه؟ على 12، الناتج قد إيه؟ 83 وثلاث أو أربع شهور. 83 سنة وثلاث أو أربع إيه؟ أو أربع شهور. عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة 83 سنة وأربع شهور. فضل ولا مش فضل؟ كرم ولا مش كرم؟ يبقى تضيعها ليه؟ تضيع ليلة القدر ليه؟ ده إحنا بنقوله يا رب حسنة، بنقوله يا رب ايه؟ حسنة، تضيع منا فضل 83 سنة واربع شهور. ليه؟ ما يضيعوش. شوف كده القائل بيقول ايه بعد ما توحد الله وسمعني كده الصلاة على حضرة النبي محمد، بيقول ايه؟ بيقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الإيه؟ إلى الفجر. فكم من فتية يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أكفانهم ظلمة الإيه؟ القبر. وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري. ما هي التقوى دي اللي هو الغرض من الايه؟ من الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه؟ لعلكم تتقون. شوف كده حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيحيي الليل بايه؟ كان يقوم من الليل حتى
حتى تورمت قدماه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. أحباب النبي محمد، خلاص ده الناس كده، لا عشان خاطر الوقت بس. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ختاما نمدح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تحبون رسول الله؟ طب ما تصلوا عليه. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أحق الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي، وهو الذي قال فيه القائل: يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من خلق النجوم وبدرها والشمس عالية في ضحاها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر الذين قال فيهم حبيبك ونبيك محمد: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء النار. اللهم إننا لا نقوى على حرها ولا عذابها ولا على طعامها ولا شرابها، فأجرنا منها يا رب العالمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اعتق رقابهم من النار، اللهم اعتق رقابهم من النار، اللهم تقبل رمضان منا واقبله منا، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، يا رحمن يا رحيم اجمعنا بصحبة نبينا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام أنتم بخير.